اهلا وسهلا بيك. اهلا وسهلا بيكم جميعا. طبعا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مساء الخير. اهلا بيكم وحلقه جديده من ورش العمل الخاصه بمعايير المحاسبه المصريه. اهلا بيكم تاني على البلاتفورم الخاص بلجنه التدريب والتعليم المستمر. الناس دي مصممه ينهضوا بالمحاسبين، مصممين ينهضوا بالمراجعين والمحاسبين الموجودين. الناس دي عندها دأب كبير قوي ان هم يعني مش عاوزين يتركوا اسبوع غير ويدوكوا جديد، بيحاولوا ينقلوا ليكوا كبار وصغيرين، ينقلوا لكم من خبراتهم. كنت سعيد جدا لما استاذ اسامه اتشرف وقال لي هنشتغل على معيار التغير في اسعار صرف العملات الاجنبيه اللي هو الايفكت اوف تشينج ان فورين اكستشينج ريتس اللي هو الاي اس 21 المعادل المصري 13 اللي هو الفوركس. ف بتشرف بيكم، يا رب اكون خفيف عليكم النهارده بالذات. انا جايب لكم حالتين عمليتين، ويمكن في زميل النهارده لقيته بعت لي على الواتساب برضو استفسار قد يكون جوه المعيار وهو بره المعيار برضو، فهجاوب عليه لانه بيثير يعني اللبس. فان شاء الله اتمنى يا رب ان انا هركز اكتر على يعني حالات عمليه حاولت اقولها برضو الانجليش بطريقه يعني بعرضها باللغه الانجليزيه عشان انا جايبها من السورس المصدر بتاعها، لان يعني يمكن في حاجات ببقى محتاج اوضحها اكتر بالسورس بتاع او المصدر الاساسي بتاعها. قبل بس ما ابتدي اتكلم عن المعيار، خلونا الاول ناخد نبذه بسيطه كده عن احنا بنتكلم على معيار خاص بفروق العمله، يعني بنتكلم عن فلوس. ايه الفلوس؟ الناس زمان كانت بتشتغل ايه في موضوع الفلوس ده، او الفلوس ظهرت امتى او فين وليه؟ الفلوس الناس كانت الاول عشان كان عددها صغير كانت بيتم التبادل عن طريق ما يعرف بالمقايضه، وكان كل واحد عارف ليه عند مين، له ايه عند مين. بعد كده المجتمعات كبرت شويه وابتدى يعني يبقى صعب الناس تعرف ليها ايه عند مين، او ابتدى يظهر موضوع التجاره، وابتدى يظهر بقى اللي احنا بنسمع عنه دلوقتي خد بالباقي البان او اي او يو حاجه كده، وابتدى كل واحد يكتب لو كان ما سلمش كل حاجه بالمقايضه ابتدى يكتب اللي عليه واللي ليه. بعد كده ابتدت الحكومات او الدول او الملوك هم اللي يتولوا عملية إصدار العملات، وابتدى بقى العملات تتربط بالذهب إلى أن في القرون اللي فاتت، إلى أن وصلت لسبعينات في القرن الماضي اللي هو في 1970 لما أمريكا قررت إن هي تتخلى أو تطبع الفلوس من غير غطاء ذهب، وكانت عملت عملية سموها عملية فيت أو بالمعنى البلدي خلونا ننجز بقى يعني. وإحنا وصلنا دلوقتي إن كل الدول بقت ما عندهاش موضوع الغطاء، يمكن يعني كانت اخر دوله اعتقد مرتبطه بالذهب اعتقد كانت سويسرا لو ما خانيش الذاكره. ثم وصلنا ان احنا بنتكلم دلوقتي وفي حاجه الله اعلم هيبقى ليها معايير، والله اعلم هنكون احنا موجودين او بنعمل معاها ايه، ويا رب يكون لينا السبق مع الجروب الجميل ده، دكتور مصطفى واستاذ اسامه ودكتور عبد الرسول استاذ عادل، الناس الدكتور محمود الناغي، الناس اللي هي عندها دأب غير عادي غير عادي عشان ابقى واضح يعني. وصلنا النهارده بنتكلم عن حاجه اسمها البيتكوين، اتوقع ان شاء الله هيجي يوم ونعد قوائم ماليه بالبيتكوين اللي هي العمله الافتراضيه، وهيكون ليها معايير الله اعلم يكون ظروفها ايه. اذا احنا بنتكلم النهارده على فروق العمله او فروق اسعار صرف العملات. طب فروق الاسعار دي بتنشا عن ايه؟ بتنشا عن كل ده مقدمه طبعا لسه ما دخلتش في المعيار خالص، عن بيتحدد على اساس اي حاجه بتحدد على اساس عرض وطلب. يبقى عشان نبقى دولة قوية يبقى لازم يكون عندك اللي تقدر تديه للدول التانية. الدول القوية بتدي حاجات كتير، بتدي عربيات وبتدي أدوية وبتدي مأكولات، حاجات كتيرة مش حاجة واحدة. دي الدولة القوية، عشان احنا برضو نبقى قوي لازم يكون عندنا اللي نديه. فالعملة هي انعكاس للدول. انا عارف ان في حد دلوقتي هيروح يرد عليا يقول لي مش لازم العمله القويه بتساوي اقتصاد قوي، على سبيل المثال هيقول لي ان اليابان عملتها او الين الياباني عملته ضعيفه، بس دي دوله هي قاصده تعمل كده عشان هي بتبقى دوله مصدره، هي دوله عاوزه تستثمر او بتتقبل استثمارات. ويمكن لو بصينا على اكبر عملات او اكبر اسعار عملات على مستوى العالم بنلاقي الغريبه جدا ان الثلاث دول الاولى او الاربع دول الاولى كلهم عربيه، بنتكلم عن الكويت البحرين بنتكلم عن عمان سلطنه عمان والاردن كمان. ده مش انعكاس لقوه اقتصادهم، ولكن ده قد يكون انعكاس لظروف
اخرى. لو اتكلمت عننا في مصر، اتذكر ان هو احنا خدنا بنظام لغايه سنه 2016 كان بيعتمد على سعر العمله المحدد او سعر العمله الفيكسيت، وده كان بيتم وضعه من قبل الدوله. ثم من 2016 ابتدينا ناخد بالفلوتيشن، ومش فلوتيشن كامل او السعر المعوض مش كامل، يعني برضه مانجد، هو نوع ثالث كده بيسموه المانجد، ان الدوله ممكن بتسمح بفروق العمله في حدود، يعني ما تسمحش بفروقات كبيره قوي. والى ان وصلنا اللي احنا معاكم، اللي انا هتكلم على المعيار. قبل ما اتكلم بقى على المعيار، احب بس اخش وابتدي اعمل شير سكرين للبرزنتيشن. تاني باكد لكم ان المعيار برغم ان هو بيتكلم يعني معيار بسيط قوي، كمعيار يمكن من اقل او اصغر المعايير على مستوى البيبر، يعني البيبرز هو عباره عن سبق، بنتكلم في 13 ورقه، بنتكلم في 57 فقره، لو شلنا منهم الفقرات الملغيه بنتكلم 54 فقره، لو اتكلمنا عن صلب المعيار يعني بالبولد بنتكلم عن 19 فقره، يبقى اذا المعيار صغير. وبالتالي انا هستخدم فيه، هعرض لكم فيه برضه، هيتم عرضه بشكل مبسط، هيكون اقل من الطبيعي اللي انتم بتشوفوه مني، ولكن هكتر شويه من الحالات العمليه، وهرد على حاله هقولها من دلوقتي، حاله سالتها النهارده، ويمكن هعرض لكم سكرين شوت على السؤال اللي جاي على الواتساب، بس مش عامل اسم اللي بعتها لي طبعا، اللي هو حاله ان هو ايه اثر فروق العمله، او ازاي فروق العمله بتاثر على تكلفه الاقتراض، او امتى تخش ضمن تكلفه الاصول المقتنعه بعمله اجنبيه، اللي المعيار ما بين قوسين رقم 23 دولي، ما اعرفش بقى مصري كام، اللي هو بيتكلم عن البورون كوست او تكاليف الاقتراض، سكت عنها، لم يتحدث 14 14 مصر، لم يذكرها، وبالتالي سببت لبس، وجهات كتيره قوي او جهات فنيه كتيره قوي بتتعامل في مجال المحاسبه بتدي اراء. معلش النهارده هعرض لهم، هقول لهم ان في افريك طلع، في افريك، الافريك دي ده اختصار للانترناشونال فاينانشال ريبورتنج انتربريتيشن كوميتي، يعني في لجنه خاصه بالتفسيرات كانت مطلعه تفسير عن ازاي انا بعترف ب الاكسشينج ريت او فروق العمله اللي ممكن تخش ضمن تكاليف الاقتراض. هعرضها، ويمكن ده برضو هيكون بحاله عمليه، انا مقرر النهارده ان هي تكون حاله عمليه، لاني انا على المستوى الشخصي انا وهم انا مطلوب مني دايما ان انا اعرض كل ما كان امكن الحالات عمليه، عشان يبقى مش بس الموضوع نظري. مش عاوز اقول لكم ان انا على المستوى الشخصي انا قابلت حاله خاصه بفروق العمله، اقدر اقول ان لاكثر من 20 سنه او اكثر الناس كانت يعني لغايه ما وصلت لي طبعا، اكتشفت ان في خطا من تراكم من سنين سابقه، كل ده نتيجه الناس ما كانتش بتطبق المعيار، برغم ان الحاله دي عرضت على كثيرين. استاذنكم ان انا اخش واعرض البرزنتيشن بتاعي او الهاند اوت اللي هعرض منه، مش هطول فيه، النظري هيكون بسيط، وهستخدم الحالات العمليه، جايب لكم حاله عمليه كامله عن ازاي انا بعمل عمليه الترانسليشن، دي مشكله، سواء بقى اللي هي ترجمه، يعني ترجمه لو كان عندي فرع لشركه او شركه تابعه بتعد او منشاه اجنبيه، وهنتعرف على الكلام ده مع بعض. اقدر اعمل حضرتك سامح لي يا استاذ عماد، ها استاذ عماد تمام كده، طبعا انا الهدف من الورشه، الهدف من الموضوع ان المحاسبين مراجعين، الناس اللي قاعده مشتركه معانا في ورشه العمل، هيعرفوا ازاي انا بادرج المعاملات بعمله اجنبيه، ونتعرف يعني ايه ترانزاكشن او المعاملات بعمله اجنبيه، والانشطه الاجنبيه، ونتعرف برضو على معنى الانشطه الاجنبيه ضمن القوائم الماليه لمنشاه، ودي انا بتكلم على منشاه محدده اللي هي بتلتزم بالمعيار، وكذلك كيفيه ترجمه القوائم الماليه الى عمله العرض، وايه هو سعر الصرف زي ما استاذ اسامه استاذنا قال اللي يتم استخدامه، وكيفيه اثبات اثر التغيرات في اسعار الصرف في القوائم الماليه. الكلام ده وهعرضه، وهتفق معاكم على اني انا برضو مش هشتغل معاكم نظري، وهقول لك الفقره والبند والكلام ده، انا هقول لكم طريقه عمليه للتعامل مع المعيار، زائد هقول لكم ايه هي المنشاه اللي هتطبق المعيار. اول حاجه هنتكلم عليها متى تقوم الشركه بتطبيق المعيار. اولا الشركة امتى بتقوم؟ عندما تقوم الشركة
معاملات بعملة أجنبية. طب إيه هي العملة الأجنبية؟ هي أي عملة بخلاف عملة التعامل للمنشأة. إيه هي عملة التعامل أو اللي هو بيسموها الفانكشنال كرنسي؟ هي عملة البيئة الاقتصادية الأساسية اللي بتمارس فيها المنشأة أنشطتها. حالا دلوقتي هقول لكم من ضمن الخطوات إزاي إن كل شركة عليها إن هي تكون محددة تماما عملة التعامل اللي هي الخاصة بالمنشأة. يبقى ده أول نوع من الشركات اللي هتطبق المعيار، أي شركة عندها معاملات بعملة أجنبية، وكلمة معاملات بعملة أجنبية بتعني بيع أو شراء، بتعني عملية الحصول على قرض أو تمويل، يعني يا إما آخذ أو يعني بتدي أو تاخد أو بتشتري أصل بعملة أجنبية أو من دولة أجنبية، كل ده أي تعامل بهذا الشكل بيعتبر تعامل بعملة أجنبية. النوع الثاني من الشركات اللي هتطبق المعيار هي لما تكون المنشأة اللي بتعد التقارير المالية دي أو اللي بتعد القوائم المالية ملزمة إن هي بتترجم نتائج الأعمال والمركز المالي. أنا هقرأ لكم بس كده طبعا آخر مرة أقرأ بالشكل ده، والمركز المالي للأنشطة الأجنبية اللي بيتم إدراجها، بمعنى إن هي بتكون شركة عندها شركة تابعة أو شركة شقيقة، يعني شركة سبسيدري أو شركة أسوسيت أو عندها فرع، وسواء الفرع ده موجود في دولة أجنبية أو الفرع ده بيمارس انشطته داخل مصر بعمله اجنبيه، او نشاطه كلها او العمله بتاعته هي عمله اجنبيه. وهنا اتذكر ان بالتاكيد كلكم احتكيتوا ببعض الحالات ان في بعض، انا الشركه اللي انا احتكيت بيها كانت شركه بتتعامل كان ليها فرع في المنطقه الحره، وكانت المفروض العمله الاساسيه بتاعتها او عمله التعامل او الفانكشنال كرنسي او العمله الوظيفيه زي ما هو معروف هي الدولار، لكن طبعا العمله بتعد بالجنيه المصري. الجزء الثالث او ثالث نوع من الشركات اللي هي بتطالب ان هي بتطبق المعيار، لو كنت لسبب او لاخر الشركه بتترجم القوائم الماليه بتاعتها الى عمله عرض مختلفه، يعني لو انا كنت في مصر مثلا وبترجم لسبب او لاخر القوائم الماليه بتاعتي الى عمله بخلاف عمله التعامل او العمله الوظيفيه. دي الثلاث حالات اللي انا هطبق فيهم المعيار، بتعامل بمعاملات بعمله اجنبيه، بشتري ببيع، باخد قرض او بدي بقرض الاخرين بعمله اجنبيه، بحصل على اصل او ببيع اصل بعمله اجنبيه، كذلك الشركه اللي عندها فرع شركه تابعه شركه شقيقه مشروع مشترك عمليه مشتركه بتبقى في بلد اجنبي او عمله التعامل للمشروع ده او للعمليه دي اللي بيسموها عمليه اجنبيه هو عمله اجنبيه او عمله بخلاف عمله التعامل للمنشاه الام. أو النوع الثالث لو كانت الشركة هي بتترجم القوائم المالية من عملة التعامل بتاعتها إلى عملة عرض أخرى، وهنعرف دلوقتي حالا إيه بقى موضوع عملة العرض وعملة التعامل ومين اللي بيحددها وفي هل في أساليب بتحددها، كل ده هنعرفه وده الأساس بتاعنا. إذن إحنا تقريبا المعيار بيتكلم على نوعين، هو عملية ترجمة لمعاملات ثم ترجمة لقوائم مالية، مش أكتر من كده، أو يعني الموضوع كله في الحاجتين دول فقط، وبالتالي المعاملات أو حتى القيود المحاسبية أو المحاسبة هتكون على نوعين فقط. كالعادة أدام أنا بشتغل معاكم على معيار يبقى أنا عاوز على طول إزاي، أنا ما بحبش بقى يفضل يقول لي مادة وفقرة، أنا عاوز على طول تقول لي إيه هي إزاي أطبق المعيار. فإذا هعرض لكم دلوقتي خطوات تطبيق كيفية المحاسبة أو منهج المحاسبة، سميها زي ما تسميها، ولكن هي في خطوات عشان تقدر تعمل accounting for الآثار أو الإفكت في التغيير في أسعار صرف العملات الأجنبية. الخطوة الأولى وهنخش فيها وهنحكيها دلوقتي تحديد العملة، والعملة هنا في ثلاث حاجات هنعرفهم، إيه هي عملة التعامل وهنتعرف عليها، إيه هي عملة العرض وهنشوف إيه هي القيود أو مين اللي بيحدد عملة العرض وكذلك عملة التعامل، ثم هنتعرف على ايه هي العملة الأجنبية. يبقى الخطوة الأولى عشان أنا أطبق المعيار، واحد أحدد العملة حالا، يعني ما مش هجري منكم، هقول لك الخطوة الأولى هعملها إزاي. الخطوة الثانية يعني السلايد اللي قدامي ده مجرد بس زي كده سمري لكل المعيار. الخطوة الثانية تحديد موضوع التطبيق، بمعنى هل أنت بتتعامل معاملات بعملة أجنبية، يعني أنت بتتكلم عن foreign transactions يعني foreign currency معاملات بعملة أجنبية، فأدام أنت هتتعامل بمعاملات بعملة أجنبية زي ما هنشوف كمان شوية في ثلاث خطوات. واحد، أنت بتثبت أو بتترجم المعاملة بسعر الصرف اللحظي في تاريخ المعاملة، طبعا تاريخ المعاملة ده بمعيار تاني اللي بيقولها لك، معيار محاسبة آخر.
اتنين، انت لو كانت الارصده، لو كان للمعاملات دي ليها باقي في الارصده في نهايه كل فتره ماليه، بتعمل الثلاث حاجات دول على حسب البند او اللي موجود. لو كان بند ذات طبيعه نقديه، وهنتعرف ايه البند اللي هو المونيتاري ذات طبيعه نقديه وايه النون مونيتاري، هنتعرف عليه، فهيبقى بسعر الاقفال، وهنشوف برضو يعني ايه سعر الاقفال. البند ذو طبيعه غير نقديه، وهنتعرف برضو ايه البند، اي بند غير البند الطبيعه النقديه عموما. هقول لكم دلوقتي، احنا يمكن اتكلمت معاكم قبل كده عن البنود. البنود عموما احنا بنتكلم على اسيت، بنتكلم على لايبيليتي، والفرق بينهم هو الايكويتي، والباقي كله بقى الريفينيو والاكسبنس، دي كلها حسابات تمبرري مؤقته. اذا البندين الاساسيين عندي هو حسابات الاصول اللي هي الاسيتس والالتزامات، والفرق بينهم اللي هي النت اسيتس هو الايكويتي. البنود دي اللي هو الاسيتس واللايبيليتي بيتقسموا لنوعين، لا اما فاينانشال اور نون فاينانشال. وكلمه فاينانشال بتعني على طول اللي هو كونتراكتوال رايت اور اوبليجيشن، مينز التزامات تعاقديه، يعني في اطراف اخرى قصادي. بنتكلم على الكاش، بنتكلم على العملاء، بنتكلم على السبلاير الموردين، بنتكلم على الاستثمار في السندات، بنتكلم على الاستثمار في ادوات حق الملكيه. كل دي اصول او التزامات كلها بيسموها مالي. ليه؟ لان في طرف اخر. الجزء الثاني اللي هو الاصول، اللي انا افتكر كلمتكم على الموضوع ده في اول من اوائل المحاضرات يعني اللي انا اشتغلت فيها عليكم الاول، وكان في الاصول او الالتزامات غير النقديه، الالتزامات او الاصول غير الماليه، وقلت ان هي اي حاجه بيكون نون كونتراكتشوال. بمين؟ زي ايه؟ زي الاصول الثابته، زي المخزون، هو اصل او التزام. او مثلا لو كان في عندي التزامات زي التزامات نقول مثلا الـ 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 المخصص مش مخصصات، نقول مثلا ايه المصروفات المستحقه وهكذا. في بعض البنود زي الالتزامات بيكون برضو غير ماليه، يعني بيتم التسويه او ما فيش طرف تاني معايا، زي مخصصات اللي هي بيسموها مخصصات ما بيتمش سدادها نقدا. المخصصات البنود دي سواء كانت بتكلم على اصول او التزامات غير ماليه، ما فيش طرف تاني معايا، بحصل على المنفعه من الاصل باسلوبي بطريقتي انا. انا عندي اصل ثابت بستخدمه بالطريقه اللي انا شايفها، عندي مخزون ببيعه بالطريقه برضو اللي انا عاوزها. كنا برضو اتكلمنا على ان ضمن جوه ضمن البنود غير الماليه في برضو بنود بيسموها مونيتري، وفي بنود نون مونيتري، وبرضو الكلام ده بينطبق على الالتزامات الماليه. المونيتري بيبقى بيتم كأي كلمه مونيتري او بنود ذات طبيعه نقديه، بنتكلم على اصول او التزامات سوف يتم تسديدها بمبلغ محدد، يعني بيتم يعني بقيمه معينه او بعدد معين من الوحدات، سواء سداد او سواء تحصيل. هو ده طبعا بيبقى شامل الكاش كمان، هي دي البنود ذات الطبيعه النقديه. بخلاف كده تبقى بنود ذات طبيعه غير نقديه. وبالتالي لو انت لو بالحس كده المحاسبي بتاعكم بقت ايضا الاصول غير الماليه جزء منها يعتبر بنود ذات طبيعه غير نقديه. فالمهم انا بترجم الارصده دي القصه، يعني بترجم الارصده في نهايه كل فتره بند ذو طبيعه نقديه سعر اقفال، بند ذو طبيعه غير نقديه بتكلفه تاريخيه، طبعا هخش في الكلام ده وما تقلقوش. بند ذات طبيعه غير نقديه يتم قياسها بالقيمه العادله بعمله اجنبيه، بتبقى اسعار الصرف، وهنعرف ايه البنود طبعا، هناخد حالات لكل ده ما تقلقوش يعني. وبعد كده الفرق ما بين الترجمه في نهايه كل فتره للارصده وبين الاثبات الاولي هو ده فروق العمله. بتروح فين بالنسبه للمعاملات؟ على طول بتروح على الارباح او الخسائر كتسويه او ترجمه، سميها زي ما تسميها، ولكن دي كلها مصيرها الارباح او الخسائر. في تو اكسبشن هقول عليهم طبعا دلوقتي، انا عارف في استثنائين هيتقال عليهم كمان شويه. طيب بالنسبه بقى لترجمه انشطه اجنبيه لادراجها في القوائم الماليه، يعني فرع شركه تابعه، شركه شقيقه، مشروع مشترك، او عمليه مشتركه، هل الترجمه دي بتبقى سواء هي الترجمه او ترجمه بنود الدخل والمصروفات عشان او ترجمه قوائم ماليه عشان اعملها او اعرضها بعمله عرض، بمشي بخطوات ثانيه. يبقى اثنين وثلاثه، الترجمه الثانيه بشتغل بقى على الخطوات التاليه: واحد، بترجم الاصول والالتزامات للمركز المالي باسعار الاقفال. اثنين، بترجم بنود الدخل والمصروفات طبقا لاسعار الصرف في تواريخ المعاملات، يعني اسعار تاريخيه. طبعا كده على طول عرفت ان هيطلع هيترتب على الحركه دي ادام انا بترجم الاصول والالتزامات باسعار الاقفال هي الكلوزنج، او اللي هو وبترجم بنود الدخل والمصروفات اللي هي بترفلكت
في جوه المركز المالي بالتكلفه التاريخيه او تواريخ المعاملات، يبقى بالتالي هيترتب على كده هيكون ان اكوليبريم، يعني هتكون القايمه بتاعت المركز المالي غير متوازنه، وبالتالي عشان اوزنها هخش بحاجه اسمها اللي هو لو تفتكروا كان في عندي بند ضمن بنود الدخل الشامل الاخر اللي هو اسمه اللي هو الفورين كرنسي ترانسليشن، او ترجمه الفروق المعاملات او فروق العمله الاجنبيه، هو ده البند ضمن ست بنود موجود ضمن الاذر كومبريهنسيف انكم. هو ده البند بينشا فين بقى؟ بينشا في الحالتين بتوع ترجمه انشطه اجنبيه او ترجمه قوائم ماليه. يلا نبتدي. الموضوع سهل سهل. يبقى عندي نوعين من الموضوعين، عندي اولا بحدد العمله، عندي اثنين لازم احدد انا بتعامل، انا بترجم او انا بشتغل على اسعار صرف خاصه بمعاملات او اسعار صرف خاصه بانشطه او انا بترجم القوائم الماليه. هنشوف كل ده، وبالتالي في حاجات رايحه للارباح او الخسائر اللي هي جايه من المعاملات ما عدا تو اكسبشن هقول لكم عليه دلوقتي. اما بالنسبه لترجمه الانشطه سواء لادراج شركه تابعه، شركه شقيقه، فرع زي ما يكون، او ترجمه القوائم الماليه عشان اعرض القوائم الماليه بتاعتي للمنشاه بعمله عرض بخلاف عمله التعامل، كل ده بيعتبر بيتم ادراجه ببند مستقل في قائمه اللي هو الاذر كومبريهنسيف انكم او الدخل الشامل الاخر. يلا بينا نخش على الخطوه الاولى اللي هي تحديد العمله. ايه تحديد العمله؟ اهم حاجه محتاجه اتعرف عليها هي عمله التعامل. ايه عمله التعامل؟ هي ببساطه العمله البيئه الاقتصاديه الاساسيه اللي المنشاه بتمارس فيها انشطتها. في مصر بتمارس انشطتها الشركه لو بتمارس يعني البيع والشراء، سداد الرواتب، تكلفة المواد الخام، اي تكاليف اخرى بتتحملها المنشاه كانت موجوده وفي مصر ادام هي موجوده في مصر متوقع يعني ان تبقى الشركه دي عمله تعاملها بالجنيه المصري. اذكركم واذكر نفسي وبالتاكيد في ناس فيكم عارفين ان في شركات في مصر عمله التعامل او الفانكشنال كرنسي بتاعتها مش الجنيه المصري، بعضها قد يكون شركات بترول او اخرى. شركات البترول وانا شفت في بعضها يعني شركات بترول بتبقى عمله التعامل الاساسيه بتاعتها بتكون بخلاف الجنيه المصري، وهنعرف ليه. مين المسؤول عن تحديد عمله التعامل؟ المنشاه. يبقى من دي 1 لازم المنشاه تكون محدده وتعتبر كنوع من البوليسي كده، كنوع سياستها، انت عمله التعامل بتاعتك هتكون بكذا. عملة التعامل بتاعتك الجنيه، عملة التعامل بتاعتك الدولار أو اليورو اللي بيحددها المنشأة. بتحددها بناءً على عوامل، العوامل دي في نوعين من العوامل. في عوامل بيسموها البيسك أو البرنسبل أو الأساسية، وهي كالتالي. يبقى أنا بحددها بناءً، مش هبهزر، مش يعني بترجع لأحكامي الشخصية، مش حاجة سبجكتيف، لأ حاجة أوبجكتيف. في عوامل أساسية. واحد، لو كانت هي العملة اللي بشكل أساسي بتؤثر على أسعار المبيعات والخدمات اللي بتأديها الشركة. لو كانت هي العملة طبعاً الرسمية للدولة اللي بتتحدد فيها أسعار المبيعات للسلع والخدمات. أو لو كانت هي العملة اللي بتؤثر بشكل أساسي على تكلفة العمالة والمواد الخام والتكاليف الأخرى. بالتالي هي دي العوامل اللي في ضوءها أقدر أقول إيه هي عملة التعامل أو الفانكشنال كرنسي. هل في عوامل اضافيه اخرى؟ يعني في عوامل تسبورت العوامل دي؟ اه. قال لك برضو لو كانت العمله اللي تتولد بها اموال المنشاه من انشطه التمويل، اقتراض يعني الشركه عشان تحصل على قرض بتحصل عليه بالدولار او بتحصل عليه بعمله اجنبيه او بتحصل عليه بعمله، العمله مش بعمله اجنبيه، بعمله يعني، يبقى اذا العمله دي تعتبر برضو تسبورت، بتدعم او بتدعم ضمن العوامل الاساسيه او تعتبر عامل اضافي، فهي العمله اللي بتتولد بها اموال اضافيه او اموال من انشطه التمويل. ايه تاني؟ هي العمله اللي بيتم الاحتفاظ او بها عاده بالمتحصلات، يعني العمله اللي بتلاقي ودائع في البنوك. الشركه بتحتفظ بودائع مثلا بعض شركات البترول، كثير من شركات البترول بتحتفظ بمتحصلاتها من انشطه التشغيل لان متحصلاتها بتكون غالبا برضو عن طريق الدولار، فبتحتفظ بالايداعات بتاعتها او بالعمله بتاعتها في بالسورس بتاعها يعني بالدولار. دي العوامل اللي بيها لازم المنشاه تحدد ايه هي عمله التعامل. يبقى عمله التعامل مش حاجه اوبليجات، مش حاجه ملزمه جايه من بره،
مفيش حد بيقول لي يا شركة كذا انت هتبقى عملتك كذا، لا انا بحدد العملة بخلاف بناء على عوامل أساسية، وما لقيتش يبقى فيه عوامل إضافية. هل ممكن يحصل عندي مشكلة؟ هل ممكن ما اقدرش الكريتيريا اللي قدامتي او الانديكيشنز او الانديكيتورز ما تقدرش تبقى واضحة؟ ففي الحالة دي بستخدم الإدارة بتستخدم حكمها المهني. هو موضوع إدارة تماما وليس موضوع قانون، موضوع إداري تماما. المنشأة بتقرر فيه إن عملة التعامل بتاعتها بناء على عوامل أساسية أو عوامل إضافية كذا وكذا، هي عملتها تبقى الجنيه المصري أو الدولار الأمريكي أو اليورو أو زي ما يكون. هل أقدر أغير عملة التعامل؟ هل في إمكانية إن أنا أغيرها؟ طبعا ممكن أغيرها عادي. إمتى أغيرها؟ أما العوامل دي تتغير، يعني ما فيهاش مشكلة خالص. هتقابلني مشكله، هل ده هيترتب عليه ان انا اعمل حاجه اسمها ريتروسبكتيف، يعني اعيد بقى العرض القائم ليا باثر رجعي؟ لا طبعا، لان في الحاله دي ده عوامل جديده واحداث جديده جدا، وبالتالي المنشاه هتطبق اجراءات او الترجمه او هتطبق عمله التعامل من تاريخ التغيير، ويعتبر التطبيق باثر مستقبلي. هل الكلام ده بينطبق على المعاملات؟ يعني بينطبق على الوحده اللي انا دلوقتي بتكلم عن وحده بتعد التقرير. هل في دي 1 لازم كل وحده، لازم كل منشاه تحدد عمله تعاملها؟ طبعا. طيب ايه تاني؟ انت لسه قايل لنا ان الشركات اللي بتعد عمله التعامل قد تكون شركه بيرنت، ده ما بين قوسين، يعني هي بتعمل كنترول او سيطره او يعني بتتحكم في منشات تابعه، وبيكون ليها سيجنيفيكانت انفلونس او تاثير جوهري او نفوذ فعال او نفوذ جوهري على اذر انتيتيز، زي ما يكون الاسوسيت، وبيكون عندها فرع في بلد اجنبي او فرع عمله التعامل بتاعه عمله اجنبيه. في الحاله دي مين اللي بيحدد العمله؟ انت دام عندك الباور يبقى انت كمان تقدر تحدد عمله التعامل بتاعه العمليه الاجنبيه، بتاعه الفرع الاجنبي، بتاعه الشركه التابعه، بتاعه الشركه الشقيقه، او تشترك مع الشركه الشقيقه بتاعه الشركه، المشروع المشترك او جوين فينشر. تقدر ده؟ تقدر. طب ايه الكرايتيريا؟ هل نفس الكرايتيريا بتاعتك؟ لا انت السلع والخدمات مش انت، لا انت حته العمله الرسميه للدوله مش هي بتشتغل في دول اخرى، فانا كسرت لك العوامل الاساسيه اللي فوق. يعني ابتديت دلوقتي العوامل الاساسيه اللي هي بتستخدمها عشان تقدر تحدد عمله التعامل او الفانكشنال كرنسي بالنسبه ليك كانتيتي، وحده معده للتقارير، اتكسرت. هل في عوامل اخرى او في كريتيريا او في انديكيشنز او انديكيتورز تقدر بيه تحدد العمله او العمله للعمليه الاجنبيه او عمله التعامل للعمليه الاجنبيه؟ طبعا. فايه هي المؤشرات دي اللي تقدر تقول لك ان عمله، بص الرساله اللي عاوز اقولها لك ان هو حاجه من الاثنين، لا اما هيقول ان النشاط الاجنبي ده هتبقى عملته عمله التعامل او الفانكشنال كرنسي هي نفس عملتي، او هتبقى عملته عمله اخرى، سواء بقى كانت يورو ستيرلينج باوند زي ما هنشوف حالات دلوقتي. طيب العوامل دي اللي بتحدد اذا كنت انا وهو بنتعامل على نفس لاين ولا لا، هل النشاط الاجنبي ده بيمارس كامتداد للمنشاه؟ بمعنى اللي بس مجرد ده فرع، يعني انا بديله البضاعه وهو الفلوس بيحولها لي دايركت، يعني ما بيعملش حاجه، وانا اللي بدفع الفلوس للناس وانا اللي بعمل كل حاجه، هل الموضوع كده بس؟ ولا هل المعاملات مع المنشاه بتمثل نسبة كبيرة، يعني تقريبا الماجوريتي بتاع التعاملات بتاعت الشركة التابعة أو الشركة الشقيقة أو الفرع فقط مع الشركة الأم بتاعته مع البيرنت؟ هل التدفقات النقدية اللي جاية لي بتكون متاحة على طول بسهولة للشركة الأم؟ هل الشركة كمان ما كتبتهاش يمكن هنا، هل الشركة أو العملية الأجنبية ما تقدرش تحصل على اقتراض وتمويل لحالها بغض النظر أو بعيد عن الشركة الأم؟ والله لو كانت الرابطة بهذا الشكل، قد تكون عملة التعامل للفرع، قد تكون عملة التعامل للشركة التابعة أو للشركة الشقيقة هي نفس عملة التعامل للشركة الأم، أو قد تكون عملة أخرى. يبقى أنا دلوقتي عرضت لك أول حاجة، لابد إن أنا أحدد
العملة، عملة إيه؟ عملة التعامل. من داي 1 لازم تكون محددة، لازم أخش على أي انتيتي بيكون عندها مبقى يعني يكون محدد لي عملة تعاملي أو العملة الوظيفية زي ما تسموها، هي الجنيه المصري أو الدولار الأمريكي، ولازم تكون بتستند إلى كريتيريا محددة، مش برضو هاب هازارد أو ما هي ملهاش علاقة بقانون، إحنا بنتكلم على معيار. الحاجة الثانية اللي هتكلم عليها ضمن الخطوة الأولى هي عملة العرض. إيه هي عملة العرض؟ هي العملة اللي بتعرض بيها المنشأة قوائمها المالية. هنا بقى أوبن، أنا عاوز أعرض، بصوا كده، هنا لازم عاوز أقول حاجة. عملة التعامل ليها كريتيريا محددة، أنا ما أقدرش أخرج براها، يعني أنا لازم أعمل عليها تيست، الأوديتور لازم أو المراجع لازم يتست ده، أنت حددت عملة، يعني المراجع اللي رايح يراجع فرع مثلا بنك الأهلي في نيويورك أو في تشاي أو في شنغهاي أو في كذا أو في اليونايتد أرب إميريتس زي ما يكون، هي عملة التعامل لازم يتستها عن طريق دول. تاني أفكرك وأنا بقول محاسبة، لازم المراجع يبقى عارف ان هو بيتست ده، فعشان كده انا دايما بشتغل معاكم ببروسيجر او بروسيس عشان المراجع يعكس، انا كمحاسب بشتغل بروسيس، انا كمراجع بتشيك على البروسيس دي او على البروسيجرز او على الاجراءات دي. طيب عملة بقى العرض، العملة دي هي العملة اللي العملة اللي بتعرض بيها منشأة قوائمها المالية، قد يكون بحكم قانون بقى، انت اي شركة اي منشأة موجودة في مصر، ويمكن دي يعدلها لي اساتذتي الدكاتره الموجودين معايا في القانون، اي منشاه في مصر لابد تعرض قوائمها الماليه بالجنيه المصري، ولا هل في حاجه غير كده؟ قد يكون ده سؤال بساله. لا طبعا، انا اعتقد ان اعتقد بوجهه نظري يعني ان لا، احنا لازم ادام عمله ادام منشاه موجوده في مصر، جمهوريه مصر العربيه، فلازم تعرض القوائم الماليه بتاعتها قد يكون غلط بالعمله بالجنيه المصري. هل ممكن تعرض بعملة تانية ولا لا؟ طبعا اعتقد عشان في ضرائب لازم تعرض بالجنيه المصري. يبقى يمكن لاي منشأة ان تعرض قوائمها المالية باي عملة او عملات. فاذا كانت بقى عملة العرض طبعا بتختلف عن العملة الفانكشنال او عملة التعامل، العملة الوظيفية او عملة يعني زي ما تقراها، عملة التعامل، العملة الوظيفية، العملة الاساسية بتاعت المنشأة، العملة اللي بتحقق فيها ايراداتها وبتدفع فيها مصروفاتها، فعلى طول هتقوم بترجمة نتائج اعمالها ومركزها المالي الى عملة العرض. انا كده خلصت عملة التعامل وعملة العرض. طب ايه هي العملة الاجنبية؟ هي اي عملة بخلاف عملة التعامل. تاني، العملة الأجنبية هي أي عملة بخلاف عملة التعامل. تعالوا نشوف كده مثل كده بسيط، بعدين أنا طبعا هقراه وهو مش إنجليزي صعب ولا حاجة، فهقراه بسهولة، بس أنا قاصد، وأنا قاصد تماما إن أنا أعمل كده أجيب لكم من الأفريق عموما، عشان يعني أنا بعد ما يعني بقيت أشوف ناس بتدور على مش عارف فقرات وكده، فحبيت إن أنا أبقى مور سبيسيفيك بالذات في المعيار دوت. A US based company، شركة أمريكية موقعها هي شركة أمريكية أساسا اسمها M Incorporated، has a major subsidiary located in the UK، عندها شركة فرع أو شركة تابعة موجودة في UK، الشركة اللي في UK في United Kingdom يعني في إنجلترا اسمها J Company، which produces and sells goods to customer almost exclusively in the European، هي بتبيع وبتشتري بضائع في الدول الأوروبية يعني الاتحاد الأوروبي. Transaction are effected primarily in euros، أدام شراء وبيع في الاتحاد الأوروبي فإذا التعاملات كلها تكون باليوروز، طبعا بتقال يورو يعني العملة. Both for sales and to a lesser extent for raw materials purchase، وبرضو ده بالنسبة سواء كان بيع أو عملية شراء المواد الخام. إذا بطبيعي لازم كلكم تكونوا عرفتوا دلوقتي الشركة دي، بصوا التريكي، الشركة دي الأم بتاعها في الولايات المتحدة الأمريكية، الشركة دي شركة تابعة موجودة في إنجلترا، اللي هي عملة الدولة الرئيسية هي الستيرلينج باوند، لكن كل مبيعاتها ومشترياتها من المواد الخام موجودة للاتحاد الأوروبي، دول الاتحاد، يبقى التعامل بتاعها بيكون باليورو، فطبيعي لازم تقولوا لي إن الفانكشنال كرنسي بتاعتها هيكون اليورو بس. يبقى إذا بصوا بقى الحركة اللي هتتم في الانتيتي دي، هي دي حالة صعبة شوية بس أنا قاصد عشان تبقوا واخدين بالكم ان بقى مش قانون ولا انا لازم انا بحدد الفانكشنال كرنسي او بما يعرف او انتوا او لسه كنت بتكلم عليها اللي هي عمله التعامل، بتحدد بناء على الكريتيريا، عوامل اساسيه وعوامل اضافيه. طيب
بصوا بقى القصه هنا، كل المعاملات تو بي ترانزاكشن ار تو بي ميجرد ان يورز اكوردنجلي. يبقى كل التعاملات يعني انا هطبق المعاملات بتاعتها كلها هيتم اثباتها او ترجمتها الى اليورو. لو اتعاملت بقى بالسويس فرانك، اتعاملت مع المصريين بالجنيه المصري، اتعاملت مع مش عارف فين، كل معاملاتها ادام الفانكشنال كرنسي عمله التعامل بتاعتها هي الفانكشنال، يبقى كل التعاملات الاجنبيه او اي تعاملات بعمله بخلاف اليورو ساعتها تعتبر عمله اجنبيه ويتم ترجمتها الى العمله اللي هي اليورو. طيب عاوز اتكلم تاني، بيقول لك ترانزاكشن ار تو بي ميجرد ان يوروز اكوردنجلي فور بيربسز اوف ذا جي كمباني ستاند الون فاينانشال ريبورتنج. يورو بيزد فاينانشال داتا ويل بي ترانسليتد انتو باوند ستيرلينج. هنا عشان القوائم، الشركه دي موجوده في انجلترا، فالشركه دي متطالب ان هي بتعرض قوائم، بص بقى متطالب ان هي بتعرض، انا واضح في الكلمه، بتعرض قوائمها الماليه بالجنيه الاسترليني. فبالتالي هي هتستخدم، هي الاول هتثبت كل معاملاتها بالفانكشنال كرنسي، ثم بعد كده هتروح عامله ترانسليت او ترجمه من عمله التعامل الى عمله العرض اللي هو الجنيه الاسترليني. بس لا، ده كمان اليو اس البيرنت كمباني اللي موجود في الولايات المتحده الامريكيه هيقول له لو سمحت اعرض لي او اعمل لي ترانسليشن للقوائم الماليه اللي هي بالسترلينج باوند، اعملها لي اليو اس دولار. اتعمل مره اثبت تعاملات بالفانكشنال كرنسي، بعد كده اثبت ترجمه مرتين، مره من الفانكشنال كرنسي لعمله العرض الاولى بالسترلينج باوند، ومره ثانيه للدولار. واخدين بالكم القصه عامله ازاي؟ صعبه؟ لا سهله، وهناخد تمرين هتلاقوا الموضوع سهل جدا جدا. نخش تاني الخطوه الثانيه. بقى الخطوه الاولى انا كنت بس شغال على، انا بس بستاذن اللي بيعمل لي الحاجات دي يعني استاذنه بلاش. الخطوه الاولى خلاص كنا بنعمل عمليه ديتيرمين الكرنسي، عمله تعامل، عمله عرض. الحاجه الثانيه او الخطوه الثانيه هو تحديد موضوع التطبيق. قلت لكم ان موضوع التطبيق موضوعين، لا اما معاملات بعمله اجنبيه، او انا بترجم فرع، بترجم شركه تابعه، بترجم مشروع مشترك، او بترجم القوائم الماليه بتاعه المنشاه اللي بتعد القوائم. طيب هنا بقى الخطوه الثانيه، انا بثبت بتتعلق بالترانزاكشن، يعني اثبات المعاملات التي تتم بعمله اجنبيه. اول حاجه عند الاعتراف، كلمه الاعتراف الاولي للبند، يعني انا البند انا بيثبت مش طبقا للمعيار ده خالص، المعيار انا بثبت البند طبقا لمعيار الايراد، لو كان ايراد مصروف امتى اثبته، التايمنج امتى، الاماونت ازاي، كل ده بعملته الاجنبيه بتاعته زي ما يكون، يعني كلمه يعني بعمل ميجرمنت بعمله، ده بعد ما انا احدد ريكوجنيشن وين وات ات وات اماونت بعملته الاجنبيه. ثم اول حاجه اعملها بعمل كده بترجم العمله الاجنبيه باستخدام سعر الصرف اللي هو بيسموها السبوت اكسشينج ريت، اللي هو السعر في تاريخ التعامل دوت، سواء كنت بتعامل بقى السعر سبوت او حتى باخد زي البنوك متوسط اسعار، سواء في الكوارتر سواء في الشهر، المهم كلمه اللي هو سعر اللفظي او السبوت اكسشينج ريت مش لازم يكون سعر في تاريخ المعامله، ممكن اكون بستخدم اسعار متوسطات خلال الفتره زي البنوك وغيره، لان طبعا ببقى شغال على سيستم. يبقى في تاريخ الاعتراف الاولي بثبت المعامله باستخدام السبوت اكسشينج ريت او سعر الصرف اللحظي. ساعتها انا عشان برضه تبقوا واخدين بالكم معايا، انا هنا بتعامل مع عمله اجنبيه بخلاف العمله عمله التعامل، يعني بخلاف العمله الوظيفيه. يعني لو انا شركة موجودة العملة الأساسية بتاعتها، بصوا اللي هقوله، العملة الأساسية بتاعتها الدولار، يبقى هي بتتعامل، يبقى العملة الأجنبية بالنسبة لها الجنيه المصري الاسترلينج باوند وهكذا. يبقى أنا أحدد الأول عملة التعامل أو الفانكشنال كرنسي، وأي عملة بخلاف كده بتعامل فيها بيكون في ترانزاكشن بيع وشراء، في عملية سداد التزامات، أو في عملية اقتراض أو إقراض، في عمليات شراء أصول أو بيع أصول بالعملة دي، يبقى هي العملة دي تعتبر عملة أجنبية.
خلاص، يبقى اول لقطه الاعتراف الاولي. طبعا هتيجوا دلوقتي امثله، هشبعكم امثله. الاعتراف الاولي يبقى بترجمه بالسبوت اكسشينج ريت. وبعدين والله لو فضل بالانسز طبعا انتوا عارفين وانا عارف ان اي ريفينيو او اي اكسبنس الجانب الثاني بتاعه بيكون بند من الاسيتس اور لايبيليتي. فلو فضل في عندي بالانسز يعني، او في ارصده في نهايه كل شهر، كل فتره، كل تاريخ قوائم ماليه، عليا بقى امشي اعمل الخطوات دي. تاني، يبقى انا البنود بتاعتي قد تكون عميل كاستمرز، قد يكون سبلاير، قد يكون عملت بيرشيز لانفنتوري او بيرشيز ل بروبرتي بلانت اكويبمنت، قد يكون عملت عمليه اكوزيشن لاكوتي. فاذا دلوقتي بس ايه، كل التعاملات دي بعمله اجنبيه بخلاف عمله التعامل، يبقى لازم الشرط الاولاني تكون عمله اجنبيه طبعا. طيب في نهايه كل فتره ماليه بقى عليا ان انا ابتدي ابص على الارصده دي الناتجه في البدايه عن معاملات بعمله اجنبيه، مش كل الارصده وخلاص، الناتجه عن معاملات بعمله اجنبيه. وهدور ايه هي البنود ذات الطبيعه النقديه، يعني الكاش، واي اصول او التزامات هيتم سدادها بمبلغ محدد من النقديه. اي نقديه حضرتك؟ النقديه اللي هي الفورين كرنسي، العمله الاجنبيه. ففي حاله وجود كاش، في حاله وجود عملاء، في حاله وجود موردين، كل ده على طول بقيمه ازاي، او يعني في تاريخ الاقفال او في نهايه كل فتره، سواء شهر، كوارتر، نهايه السنه، السعر بتاع العمله اللي باخده للميجرمنت بتاع البنك هو سعر الاقفال. اي سعر اقفال؟ سعر الاقفال في تاريخ نهايه السنه، نهايه الشهر، نهايه الكوارتر. خلاص؟ خلاص، اوكي. ايه تاني؟ طبعا هنا هيترتب عليها ان بالتاكيد هيكون في فرق ما بين المبلغ اللي كان او القيمه اللي انا اعترفت بيها بعمله التعامل او ترجمت بيها الرصيد ده بتاع المعامله الاجنبيه في تاريخ التعامل عن نهايه الفتره. الفرق ده فين يا استاذ؟ هيروح على طول ضمن الارباح او الخسائر في قائمه الدخل في الفتره اللي نشا فيها هذا الفرق. طب لو السنه اللي بعديها هيبقى الفرق بتاع من بدايه السنه الى السنه اللي بعديها، وحالا دلوقتي هديكم مثلا. طيب البنود ذات الطبيعه غير النقديه، خلاص انتوا اساتذه عرفتوا البنود ذات الطبيعه غير النقديه. بنتكلم على سبيل المثال، بنتكلم على بروبرتي بلانت اكويبمنت، بنتكلم على انفنتوري، وان كان الانفنتوري دلوقتي هنشوف هنتكلم عليه بحاله كده له طبيعه خاصه. البنود ذات الطبيعه غير النقديه زي مثلا الانفنتوري والبروبرتي بلانت اكويبمنت، دي يتم تقييمها ازاي؟ باسعار الصرف التاريخيه، بمعنى انا مش هاجي جنب المبلغ، ليه؟ لان انا مش يعني البند ده مش مسدد حاجه. بصوا كده الحركه دي، انا لو اشتريت اسيتس بروبرتي او خدت قرض أو اشتريت بيه اصل من الاصول، فبقى عندي خدته بعمله اجنبيه، فديبت الاصل او البروبرتي او ديبت الاكويبمنت كريدت اللايبيلتي. اللايبيلتي باند ذو طبيعه نقديه بسعر الاقفال، الاصل نفسه هناخده مثلا دلوقتي، الاصل نفسه بالاسعار الصرف التاريخيه. اوكي؟ طيب وبالتالي مش هيطلع في فرق ما بين عند الاعتراف الاولي وعند في نهايه كل فتره ماليه. طيب في نوع ثالث من البنود، في بنود ذات طبيعه غير نقديه برضو، وكلمة طبيعة غير نقدية يعني يتم تسويتها بمبلغ غير محدد من العملة، زي ايه يا شريف؟ زي مثلا زي الايكويتي اللي هو الاسهم، ولكن الاسهم دي شراء وبيعها بعملة اجنبية، فهل وبيتم تقييمها بالقيمة العادلة. بالمناسبة يا شباب، المرة اللي فاتت اخر محاضرة ليا معاكم قلت لكم ان تقريبا البنود بتاعت قائمة القوائم يعني بتاعتنا تقريبا هم نوعين، لا اما تكلفه تاريخيه او الفير فاليو او القيمه العادله. طب في بنود بقى بيتم قياسها بالقيمه العادله اللي هي بعمله اجنبيه، فساعتها بقى انا باخد اي سعر صرف في الغالب، لو كنت بقيس القيمه العادله في تاريخ الاقفال او في تاريخ
في نهاية كل فترة فهيبقى هو، لكن لو كنت بعمل القيمة العادلة بتاريخ آخر هاخد السعر بتاع، هديكوا أمثلة عشان أنا عارف إن دلوقتي لغاية دلوقتي كده ما أعرفش الموضوع ماشي ولا لأ، فهاخد برضو السعر بتاع التاريخ اللي أنت حسبت فيه القيمة أو حددت فيه القيمة العادلة. إذا هيكون دلوقتي الفروقات ما بين عملة التعامل أو عملة الاعتراف الأولي والسعر أو القيمة بتاعة البنود دي في نهاية كل فترة مالية، الفروقات دي هلاقيها في البنود ذات الطبيعة النقدية وفي البنود ذات الطبيعة غير النقدية اللي بيتم قياسها بالقيمة العادلة بعملة أجنبية. حالا هديكوا أمثال الفروق دي رايحة فين حضرتك؟ رايحة ضمن الأرباح أو الخسائر الناتجة عن إيه حضرتك؟ معاملات كلها أرباح وخسائر ما عدا. والله لو كان البند اللي انت بتتكلم عليه طبقا مثلا للبنود طبقا للاي اف ار اس 9 او اللي هو الادوات الماليه، في بعض الادوات الماليه بيتم تقييمها بالقيمه العادله ثرو الاو سي اي او من خلال الارباح او الخسائر. وطبعا تاني افكركم مش اي اكويتي او دات، مش اي اداه دين او اداه حق ملكيه، اداه الدين او اداه حق الملكيه اللي بيتم قياسها بالقيمه العادله بعمله اجنبيه، يعني مش المصري خالص. او يعني بتكلم عن مصر، يبقى نفس السند نفس الـ نفس الـ 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 حق الملكيه نفس الايكويتي دي خاص بشركه وبيتم تداوله في حاجه اجنبيه، يعني في 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 في, في سوق اجنبي. في الحاله دي المكسب او الخساره، انتوا عارفين ان الفروقات كلها بتاعت البنود اللي هي هتروح في الاو سي اي، يبقى كمان لو انا طلع ليها فروق عمله يبقى برضو هتروح الى الاو سي اي برغم ان هي معاملات. يبقى تيك كير، يبقى اول استثناء من ان كل فروق العمله الناتجه عن الناتجه عن المعاملات او اثبات المعاملات بسعرين، سعر عند الاعتراف والسعر الاخر في نهايه كل فتره ماليه، الفرق ده بيروح على الاو سي اي في حاله ان البنود دي بيكون هي بطبيعتها مكسبها او خسارتها بتروح على او تقييمها او فروق التقييم بتاعتها بتروح على الاو سي اي. في حاجه تاني؟ في حاجه بسيطه كده بيسموها، لو انا كنت الشركه كبيرنت مثلا، وشركه كبيرنت انا مدي قرض لشركه سبسيدري او شركه تابعه في شركه سبسيدري، دي شركه اجنبيه، فانا بالتاكيد مدي له القرض بعمله اخرى فقد تكون عمله اجنبيه، فده بند نقدي طبيعه نقديه، القرض بند طبيعه نقديه. ولكن في الغالب ساعات المبالغ دي او اللي هو القروض اللي بيديها الشركه البيرنت للشركات اللي هي السبسيدري اللي موجوده في حتى في مصر او في دول اخرى بيكون مش بيديها وبيبقى فيه غرض اللي انا اسويها او غرض اللي انا يتم تحصيلها او سببها، ابدا بيكون هي تعتبر جزء من صافي استثمار المنشاه في النشاط الاجنبي ده او في الفرع الاجنبي، وبالتالي هتظهر هنا بقى هيكون ليها معالجه مختلفه شويه. هنا بس قبل ما اعدي الحته دي عاوز اقول لكم ان دي مش العملاء والموردين العاديه، مش الارصده الناتجه عن التعامل العادي ما بين البيرنت والسبسيدري، انا بتكلم عن اقراض عشان اوقف الشركه التابعه على حيلها، انا بتكلم على مبالغ او انا حصلت على قروض من الشركه التابعه بتاعتي عشان عندها مش عارف فلوس كتيره، فنوع كده من اللي هو زي ما بدل ما اخد منها توزيعات، لو كان في قوانين بتحدد التوزيعات فممكن اخد منها الفلوس عن طريق حاجه اسمها الاقتراض منها، لعبه كده شفتها في احدى الشركات الفرنسيه اللي موجوده. قصدي يعني ايه، انا الموضوع ده بتاع صافي استثمار مش عملاء مش موردين بيتم سداده او تحصيله وفقا للقواعد العاديه. الحاله دي بقى بصوا اللي هقوله، يعني ما تقروش اللي مكتوب، بصوا اللي انا هقوله. في الحاله دي بالنسبه للقوائم الماليه المستقله لكل من الشركه التابعه او الشركه، انا عندي البند ده، وطبعا انتم عارفين ان انا بعمل قوائم ماليه مستقله ادام انا شركه ام شركه بيرنت، يبقى مطالب ان انا اعمل نوعين من القوائم مستقله وشركه وقوائم ماليه مجمعه. في القوائم الماليه المستقله البند هيظهر، البند ده لما يظهر هبتدي هطبق عليه القاعده، هاخد عليه سعر، هعتبره بند، هو بند في طبيعه نقديه وبالتالي سعر اقفال وبالتالي هيترتب عليه فروق عمله وبالتالي هعترف بيها في الارباح او الخسائر. لكن حضرتك وانا بعمل
عمليه بقى الكونسوليديشن، يعني باجي بترجم القوائم الماليه بتاعت الفرع للعمله بتاعت التعامل او الفانكشنال كرنسي. دي بقى اللي هديها لكم في المثل، دي صعبه قوي فهمها من المعيار، عمرك ما هتفهمها غير في المثل اللي انا هديه لكم كمان شويه. اما وانا بعمل قوائم ماليه مجمعه، الفرق دوت ما بيروحش ضمن الارباح او الخسائر، ولكنه بيخص ضمن الايه اللي هو فروق العمله، او اللي هو اللي بيسموها الفورين كرنسي ترانسليشن، او ترجمه فروق العمله بتاعت المنشاه او الاستثمار في نشاط اجنبي، وبيروح الى الاو سي اي. هتشوفوها دلوقتي. يلا بقى نخش على اكزامبلز تاني. يبقى كده خلصنا اول الخطوه الاولى والثانيه، بس الخطوه الثانيه واحنا بنتكلم على اثبات المعاملات بتتم بعمله اجنبيه، ملخصها كل المعاملات، كل فروق العمله مترتبه او فروق اسعار الصرف الناتجه عن اثبات المعاملات كلها بتروح على الارباح او الخسائر بقائمه الدخل في الفتره اللي بتنشا فيها، ما عدا استثنائين لو كان البند ده ذو طبيعه غير نقديه وكانت الارباح او الخسائر او فروق التقييم بتروح على الاو سي ار. طبعا البنود ذات الطبيعه غير النقديه بستخدم اسعار صرف تاريخيه، وبالتالي ما فيش فروق عمله. وبرده بتكلم على صافي استثمار منشاه في نشاط اجنبي اللي هي عباره عن الاقراض طويل الاجل او القروض طويله الاجل، مش العملاء والموردين. هنا بتكون المعالجه في القوائم الماليه المستقله بتروح على الارباح او الخسائر، بيطبق عليها القاعده الاولى، بنود ذات طبيعه نقديه بسعر اقفال ارباح وخسائر. اما اذا كانت وانا بعد القوائم الماليه المجمعه، يعني بترجم القوائم الماليه الخاصه بالمنشاه التابعه او الشقيقه او زي ما يكون، وهنشوف دلوقتي حالا. طبعا سمعتوني وانا ما غلطتش وانا بقول بترجم شركه شقيقه. انا كنت في احد البنوك مراجع طبعا، واكتشفت في مصر هنا وبرده ما كانش كان بيشتغل في قصه ثانيه خالص خالص يعني في المنطقه دي. طيب تعالوا بقى ناخد شويه امثله على موضوع المعاملات قبل ما نخش على الجزء السهل اللي انتم بتقولوا صعب وانا بقول سهل، اللي هو ترجمه العمليات. ترجمه العمليات قد يكون بالنسبه لي الاسهل، ودي تعرضت لها بحاله عمليه خاصه جبتها لكم لاني شفتها رؤيه العين واتعاملت معاها، ان شركه استمرت سنين طويله بتطبق المعيار بشكل خاطئ، ويعني كان طيب نخش على الحالات العمليه. كنت انا نفس الاكزامبل بالمناسبه مش هخرج، كونتينيوينج ذا بريسيدنج اكزامبل، اليو كي بيزد سبسيدري جي كمباني ويتش بروديوسز اند سيل جودز تو كاستمر اولموست اكسكلوسيفلي ان ذا يوروبيان اولسو هاتس. هنا انا بتكلم عن نفس شركه جي اللي فاتت، اللي هي الفرع اللي موجود في اليو كي في انجلترا، واللي احنا اتفقنا عليه من شويه ان هو الفانكشنال كرنسي بتاعها اليورو، اليورو اللي هو برغم ان العمله اللي هو بيترجم بيها او بيعرض بيها في انجلترا هي الاسترلينج باوند، فبيعمل ترانسليشن، وهنشوف بقى ازاي هيعمل دوت. فبصوا الشركه دي بتعمل ايه؟ الشركه دي also had sizable sales to a Swiss company، عندها تعاملات بشكل كبير يعني مع شركه موجوده في سويسرا. denominated in Swiss francs، يعني هي التعامل بتاعها بيكون بالفرنك السويسري. This occurred primarily in the fourth quarter of the year. المعاملات دي بتتم تقريبا في الربع الرابع من السنة. When the Swiss franc to euro exchange rate was typically ويعني strong، كان في الوقت في الكوارتر الرابع الفرنك لليورو كان يعني الفرنك شد يعني شدت حلو شوية. هل أنا بقى أنا بتعامل بس في الكوارتر ده؟ المثل ده عشان يقول لك بس إمتى استخدم، زي ما استاذ اسامه من شويه بيقول هنقول او كان بيلمح لي اوعى يا شريف ما تقولش هستخدم اي سعر صرف، هل الكلوزنج هل السبوت؟ طبعا خلاص دلوقتي الالفاظ ابتدت شويه بشويه. انا طبعا انا المعيار فيه 12 ديفينيشنز، والله ما انا شايف ان هو مش لازم افضل اقول لك 1 2 3، هم هيجوا معانا واحنا شغالين. فمن ضمن الحاجات كده اللي بتيجي علينا دلوقتي كل ما يجي يعني ديفينيشنز هقوله طبعا. انا اسف اتاكد. فهو بيقول يعني ان كان ان عاوز يقول لي الحاله دي اللي عاوز يقولها لي، بيقول لي ايه خلي بالك ان التعامل مع شركه موجوده في سويسرا في الكوارتر الرابع تحديدا، بص ان بص المحاسب بيشتغل ازاي يا شباب، المحاسب اللي بعد كده هيتعرض للبيتكوين، المحاسب ده لازم يكون عنده الكفاءه دي. الجماعه بتوع شعبه اولاد التدريب والتعليم المستمر مش بيعملوا كل ال 72 ولسه ان شاء الله ربنا يزود اكتر عشان
عشان يفيدوكوا، عشان ينهضوا بيكوا. واما بنهض بيكوا بنهض بمصر، مش ببس، مش بمحاسب ومراجع. المهم وانا بشتغل على هنا بيقول لك انا بشتغل في التعامل في الغالب في الكوارتر رقم 4. وانا بعمل كونفرتنج للسيلز تو الفانكشنال كرنسي، انا السيلز كلها بالسويس، بالسويس كرنسي او السويس فرانك. فلازم انا اعمل كونفرت، يعني بحول المبيعات بتاعتي اللي بالفرنك السويسري بحولها للفانكشنال اللي هي باليورو. فهاخد اي افريج اكستشينج اي او هاخد اي سعر تعامل، هاخد السعر التعامل اللي موجود في الفورث كوارتر، يبقى هو المور ريليفانت، هو او الموست ريليفانت، او هو الاكثر ملائمه للتطبيق. تكير اوعى تكون بتاخد بقى الافريج بتاع سنه كلها، عشان السنه كلها دي بتكون فيها التقلبات بتاعتها مختلفة. أنا أخد الفترة اللي أنا ببيع فيها، اللي أنا بشتغل فيها، اللي هي ما فيهاش تقلبات، يعني نقدر نقول اللي هي النورمال. فما يعني وأنا بحدد كمان اللي هو الأفريج تو بي يعني كونسيس، تبقى محدد، ولازم تاخده ما يكونش متحيز لحاجة من اثنين. نخش على المثل الثالث برضو معانا نفس الشركة. If J company acquires receivable denominated in a foreign currency Swiss francs، الشركة دي طبعا أدام باعت في سويسرا يبقى هي حصلت على عندها أرصدة من العملاء. These are translated into the functional currency Euro. أرصدة العملاء أنا التعاملات بتاعتي كانت في 2019 على طول بحول التعامل بتاعي باليورو. At the date of في تاريخ المعاملة. طبعا هنا أحب بس أفكر الناس اللي أنا شفت ده برضو بعيني في بعض الشركات. يا جماعة الشركة اللي بتتعامل بمعاملات بالعملة الأجنبية، لو افترضت إن أنا فعلا العملة الأساسية أو عملة القيد هي العملة بتاعت الفانكشنال أو العملة التعامل، فلازم يكون عندك شادو أكاونت للعملة أو حتى افتح كولوم، أو حتى في الكمبيوتر بيكون فيه. طبعا أنا شفت في الأوريكل ده أو في الساب بيكون فيه يعني الايكويفالنت لو كان بالعمله اللي هي عمله العمله الاجنبيه يعني. المهم لو كانت الريسيفبل دي او العمله دي ستيل اوتستاندينج في نهايه السنه 2019، الشركه ويل ترانسليت الارصده اللي موجوده في نهايه 19. طبعا انا مش هخش معاك دلوقتي في الجزء بتاع البروفيجن او الانكولبتابيلتي او الامبيرمنت دلوقتي، مش هخش عليه دلوقتي. انت يوروز ات ذا يير اند، لو فرضت if this remain outstanding at the end of 2020 again برضو هعمل لها translated into euros using a year end exchange rate. يبقى هنا تذكر بقى انا لو الارصده بتاعت العمله اللي نشأت في 2019 استمرت لغايه نهايه سنه 19، هعمل لها ترجمه في نهايه 19 باسعار الاقفال بتاعت سنه 19. استمرت معايا بعضها او كلها في سنه 20، هعمل تاني ترجمه للارصده دي في نهايه 2020 باسعار الصرف او اسعار التحويل في نهايه 2020. يبقى كل سنه انا بعمل التحويل بستخدم اسعار الصرف الملائمه، او الفترات لو كنت بستخدم اسعار صرف بيسموها افريج متوسط. المثل الثالث مثل نيوميريكال شويه فانا هقراه كده بسرعه. الشركه دي اسيوم ان جي كمباني اكوايرد الاباف نوتد ريسيفبل دينومينيتد ان سويس فرانك. انا قدامي نص ساعه ما تقلقش يا استاذ ايميل، انا يعني ايه هحاول اخلص الامثله حتى نيوميريكال. انا اهم مثلين عندي، المثل الكبير اللي هو بتاع الترانسليشن هخش في عليه حالا. المهم المثل ده اللي قدامي انا كان عندي 100,000 10,000 ريسيفبل بالعمله بالسويس فرانك في 19. هنا بقى حصل تغيرات في اسعار العمله في 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 في, في تاريخ المعامله كان الفرنك بيساوي 0.65 يورو. في نهايه سنه 2019 كان الفرنك اللي هو ده بيساوي 0.61، يعني العمله بتاعتي قلت. كمان في نهايه 2020 ده كمان الارصده دي استمرت 2020، العمله الفرنك السويسري قاعد بيهبط برضو، او اللي هو العمله الاجنبيه بتهبط مقابل العمله التعامل بتاعتي بتزيد، بقت 0.58. وادام دي عمله وادام التحصيلات بتاعتي جايه بالعمله الاجنبيه، يبقى انا بالتاكيد بحقق خساره.
يبقى انا بالتاكيد بيكون في عندي لوس، لان انا دايما هحصل بمبلغ يعني اللي هحصله دلوقتي هحصله بمبلغ اقل من اللي هو مثبت عندي في الدفاتر. هبقى ابعت لكم طبعا، هسيب ده الامثله دي ليكم برضو، الامثله دي سهله وكلكم عارفينها. انا لسه هخش بقى في امثله تانية. هنا المثل اللي قدامنا ده بيقول اسيوم ده الاكزامبل نمبر 5 هيستوريكال كوست اكاونتنج employed by reporting entity. لو شركه، المثل ده بقول لك يعني لو الشركه اشترت اسيتس بقى او ماشينري بمبلغ برضو من سويسرا ب 250 الف سويس فرانك، هل الاسيتس ده هيتغير من سنه لسنه؟ الاسيتس ده في التاريخ بتاع المعامله او اثبات الاصل او الاعتراف بالاصل كانت قيمته زي ما واضح كده 162500 يورو، هيستمر معانا 19 20 الى ابد، الى لغايه ما يبقى يعني الاند اوف يوزفول لايف. يبقى البند الاصل الثابت اللي بالهيستوريكال هيظل بالهيستوريكال برغم ان انا عارف ان انا شاريه بعمله اجنبيه. طبعا هنا في مثل مش هقدر اديه هنا لان يعني مش هتزود بقى عليكم، احنا لا احنا في مصر ما عندناش ريفالويشن ميثود او طريقه اعاده التكلفه. لو كانت طريقه اعاده الريفالويشن ميثود اللي هو طريقه اعاده التقييم يعني، فلو كانت طريقه اعاده التقييم كنت اديتكم مثل، بس انا ما عندناش مش هخش. كل عندنا البروبرتي او الحاجه اللي بيكون النون مونيتري بيكون كلها بالهيستوريكال، ومش بعمل ليها ما بيظهرش عليها اي differences او اي فوركس او اي فروق في العمله، وبالتالي ما لهاش اي تاثير على الارباح او الخسائر. في مثل بقى ده هو المثل ده اللي غتت شويه. المثل ده اللي هو داخل بقى ما بين هو نون مونيتري، بس شوف هوريكم بقى الحاله بتاعت انا ازاي بحدد يعني بيتم تحديد قيمته بالفير فاليو. تيك كير وانا بعمل ميجرمنت لاي بند ماليش علاقه بالمعيار ده، المعيار ده بمجرد ان هو بيترجم بيحول المعامله القيد القصه القياس من عمله اجنبيه الى عمله العرض او الى عمله التعامل هو الفانكشنال او عمله العرض، بمعنى ان انت طبق المعيار الاساسي بتاعك ايا كان بقى. فبصوا الحاله دي هيبان فيها اللي انا بقوله دوت. جي كمباني دي شركه جي برضه اللي معانا اكوايرد رو ماتيريالز انفنتوري، اشترت مخزون فروم السويس مانيفاكتور، برضه اشترت مخزون من ده واضح ان هم يعني بيحبوا سويسرا قوي. ان ترانزاكشن دينومينيتد ان سويس فرانكس ان 2019، اشترت البضاعه دي في سنه 2019 اما كان الفرنك السويسري لليورو 1 فرانك سويسري 2.65. البرايس بيد خلاص انا دفعت 34000 سويس فرانك، يعني دفعت فرانك سويسري 34000 في الير اند. كان ده كان ده اللي دفعته يعني. ات يير اند وين ذا اكستشينج ريت اما كانت سعر الصرف 1 سويس فرانك ايكوال 1.61، بمعنى اصح هنا العمله بتاعت اليورو زادت او الفرانك سويسري قل. بصوا بقى الحته دي المخزون بيتقاس ازاي يا جماعه؟ اللور اوف الكوست اور نت ريلايزبل فاليو. كلمه نت او التكلفه الاسترداديه او القيمه القابله للتحقق سميها زي ما تسميها. بالنسبه للبند دوا عشان ما دوخكوش بلاش تفتكروا رو ماتيريالز، اعتبروا يا عم سعر دوا. دوا انت بتستورده وانت كمان بتبيعه بعمله اجنبيه، بتستورده بعمله اجنبيه وبتبيعه بعمله اجنبيه. عشان بس انا عارف ان في ناس ممكن تفكر تقول لك ايه طب ده انت قايل رو ماتيريالز وعشان تعمل امبيرمنت او تطبق دي على الرو ماتيريالز بخلاف الميرشندايز او الفينيشد جودز، يبقى بخلاف البضاعه التامه او البضاعه القابله للتجهيز يعني، يبقى بدها لازم تتاكد ان هو اللي دخل فيها بتتباع ما حصلهاش امبيرمنت. انا عارف اللي في دماغكم، فانا اعتبر يا عم المثل ده بيتكلم على ادويه. الادويه دي بشتريها از از مستوردها من الخارج وبرضه بعمل لها ببيعها. يا عم دي شركه انجليزيه، الشركه دي موجوده في انجلترا بتاخد من سويسرا وبتبيع لالمانيا وهكذا يعني. فبص الحاله دي انا بشتري ساعه ما اشتريت ب 34000 فرانك سويسري، ساعه ما كان سعر العمله بتاعي 1 فرانك سويسري 0.65 كانت القيمه بتاعتي 22100 اللي تحت دي. سوري 22100 اللي هي 34000 في كذا.
انا بقى ساعه في اليير اند في نهايه السنه، ساعه ما جيت اعمل كالكوليشن للنت ريلايزبل فاليو الان ار في، فبرضو انا هحسب للبند دوت انا ببيعه بايه؟ ببيعه بالفرنك. الفرنك يا عم قيمته كام؟ او يعني انا هبيعه في اللحظه دي بكام؟ ب 32000، زي ما انتم شايفين حاجه تحت كده 32000 فرانك سويسري. طب ال 32000 فرانك سويسري في التاريخ ده بالفرنك المعامل التحويل او سعر العمله بكام؟ 0.61. هتضرب الاثنين ببعض يبقى هتقيم الان ار في طلعت 19، والتكلفه التاريخيه 22100، على طول في امبيرمنت، على طول هتعمل عندي هتاخد الاقل اللي هو 19520. هنا المفروض حد يقول لي انت هتاخده فين؟ هتروح بيه على فين البند دو؟ يعني هتروح بيه على سوق العمله ولا هتروح بيه؟ انتوا رايكم ايه؟ طبعا 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 بالتاكيد انا مش هروح بيه على سوق العمله، هروح بيه على طول على الامبيرمنت، او زي ما بتسموه البروفيجن، او زي ما بتسموه التخفيض، او الكوجز زي ما بتسموه، يعني ديبت الكوجز كريدت اللي هو البروفيجن اللي بتعملوه او التخفيض اللي هنعمله لحساب المخزون. تيك كير، واخدين بالكم المثل ده؟ المثل ده امتى بقى ممكن اطبقه على كل البضائع، كل الاصول اللي هي نان مونيتري ولكن بيتم والوصول الى قيمتها او تقييمها في نهايه الفتره طبقا لمعيارها بالفير فاليو. والفير فاليو البند ده، الفير فاليو ده بيعتمد على معامله اجنبيه، قيمه اجنبيه، ببيعه بقيمه اجنبيه. طبعا لو كان دواء بشتريه بالخارج وبعدين ببيعه هنا في مصر، او ببيعه الشركه بتبيعه بالفانكشنال كرنسي او بالعمله، لو كانت بتبيع باليورو ما كانش هيطلع فيه فروق عمله. طيب اخر خطوه، الخطوه الثانيه هي الترجمه، وهناخد المثل الكبير وهرد على سؤال اللي هو اتسالني بالنسبه ل فروق العمله اللي ممكن تخش ضمن تكلفه الاقتراض. انا اسف ان انا طولت، اخر حاجه اهو دي هقولها بسرعه بقى لان الموضوع سهل بقى في دي، برغم ان هي صعبه بس المثل هيوضح لكم القصه. انا كنت الاول بقول كيفيه ترجمه المعاملات. هنا لو تفتكروا كده، بص انا قلت هنا ايه؟ اثبات المعاملات، ترجمة المعاملات زي ما تسميها معاملات. هنا أنا بتكلم عن إيه بقى؟ بتكلم على ترجمة قوائم مالية. ترجمة قوائم مالية دي يبقى بترجم الفرع، بترجم الشركة التابعة عشان أعمل لها كونسوليديت، بترجم الشركة الشقيقة عشان أعرف صفي حصتي، تكير من اللي بقوله، بترجم الجوينت فينشرز، بترجم قوائم ماليه، او بترجم القوائم الماليه بتاعتي عشان اعرضها بعمله عرض مختلفه غير عمله التعامل، غير الفانكشنال كرنسي. هنا بقى القاعده واضحه، انا عندي البند كل اصول والتزامات المركز المالي المعروضه، بس باخد سعر الصرف في تاريخ كل قائمه مركز. طبعا هنا انا هنا كاتب لك ان هو عمله فيها يتسم بتضخم، عمله اقتصاد لا يتسم، انا اللي تحت دي يا جماعه لا يتسم، ها اسال حد انا غلطت، عمله اقتصاد لا يتسم بالتضخم. ها انا مش هتكلم كتير عليها لان يعني كلمه اقتصاد بالتضخم وتضخم وعدم التضخم دي حاجه انترناشونال وحاجه كبيره بتحصل غير قوي فمش موجوده، فخلينا على ان القاعده العامه ان وانا بترجم القوائم الماليه لفرع عشان اعمل لي كونسوليديت، الكلمه اللي بص اللي بقوله دلوقتي فرع عشان اعمل لي تجميع عشان يخش ضمن منشاتي، شركه تابعه عشان اجمعها، شركه شقيقه عشان احسب حصتي فيها، شركه مشروع مشترك او جوينت فينشرز او شركه مشتركه عشان برضو احسب حقوق الملكيه بتاعتي فيها، او نصيب حق الملكيه بتاعي فيها، لان انا بستخدم طريقه حق الملكيه في الكلمه اللي بقوله. طب بعمل ايه بقى؟ يبقى ده ترجمه، انا ما فيش تعاملات، التعاملات خلاص خدناها وترجمناها والاثر بتاعها راح على البروفيت اند لوس. هنا القوائم بقى، هنا قدامي قائمه كامله للفرع، قائمه كامله للشركه التابعه او الشركه الشقيقه او ايا كانت بقى. في الحاله دي بقى بص بسهوله وهتاخدوا المثل حالا، هجري لكم المثل بسرعه. كل الاصول والالتزامات في كل قائمه مركز مالي معروضه بسعر الاقفال، ادي واحد. البنود الدخل والمصروفات، بنود قائمه الانكم ستيتمنت بروفيت اور لوس بالاسعار التاريخيه، اسعار الصرف السايده المتوسط زي ما انت عاوز. اوكي
يترتب عن كده يا جماعه، يعني انا مغطي راس المال وبنود حقوق الملكيه، يترتب عن كده هيطلع فرق ولا لا؟ طبعا هيطلع فرق، ادام انت جزء ما هو البنود بتاع قائمه الدخل والمصروفات بتتقفل في ريتيند ايرننجز، الريتيند ايرننجز بيروح على حقوق الملكيه، فادام انت البند بتاع بند ضمن قائمه المركز المالي رايح بسعر صارف غير سعر بتاع الاقفال، طب التاكيد هيطلع على طول ايه؟ فروق سهله يعني. طيب راس المال وبقيه بنود حقوق الملكيه، المعيار هنا سكت غير محدد. في الغالب يا جماعه احنا كلنا بنستخدم اللي هو الهيستوريكال مينز، يعني التاريخ اللي انا عملت فيه اكوزيشن للفرع او عملت فيه نشاه الفرع، عملت اكوزيشن للشركه التابعه، يبقى اذا برغم ان المعيار طبعا انا ايه عشان بس تبقى واضح، في ناس لقيتهم يعني ايه، طبعا الموضوع ده شويه بعيد عن ناس كتير، ولكن الناس البروفيشنال لازم يعرفوا ان راس المال في بنود حقوق الملكيه المعيار سكت عنها خالص، والمعيار كتير سكت عن حاجات، مش المعيار ده كتير معايير سكتت عن حاجه عشان سايبانا احنا نربط المعايير في بعضها. هنا راس المال وبنود حقوق الملكيه في الغالب غير محدد، ولكن في الغالب بناخده بالتكلفه التاريخيه. هيترتب عن كده ايه؟ هيترتب عن كده فرق، الفرق ده هيجي ازاي؟ هتشوفه دلوقتي حالا. كل الفروقات دي بعترف بيها كبند مستقل في الاو سي اي في قائمه الدخل الشامل الاخر. تذكر هنا بقى بنود ضمن بنود الدخل الشامل الاخر هم 6 بنود، منهم بند مرتبط بفروق ترجمه العمليات الاجنبيه، الفروق الترجمه دي هتظل موجوده في الاو سي اي او في حقوق الملكيه في بند منفصل الى ان يتم التخلص من المنشاه الفرع، ابيع الشركه التابعه، اتخلص من الشركه الشقيقه بمعنى اصح، ولما اجي اتخلص منهم اعمل ايه؟ ارده ضمن قائمه الارباح او الخسائر. مهم قوي بعد كده هبقى مره اقول لكم هي ايه البنود اللي جوه الاو سي اي بتترد للارباح او الخسائر، وايه البنود اللي بتتقفل على طول في ريتين ايرنينجز. هل انا كده خلصت؟ اه خلصت؟ خلصت. ترجمه كلها بتروح على الاو سي اي او قائمه الدخل الشامل، معاملات كلها ما عدا استثنائين اللي انتم شفتوهم، لو كان البند غير نقدي او بند نقدي والمكاسب والخسائر بتروح في الاو سي اي، او لو كانت صافي استثمار في عمله اجنبيه زي ما انتم شفتوا كده في الشركات المجمعه. لخبطتكم؟ لا ما لخبطتكوش. تعالوا ناخد مثل بقى، بس هنا قبل ما اخد المثل ده عاوز بس اعرض لكم حاجه بسيطه كده. لو شركه انا في 3 حالات، في شركه هي اللوكال كرنسي بتاعها اليورو والفانكشنال عمله التعامل يورو، والانفست البرزنتيشن عمله العرض الدولار. بص انا بعمل ايه؟ انا قصتي دلوقتي انا البرزنتيشن من 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 اللوكال كرنسي للفانكشنال ما فيش اي، خلاص هي واحد، يعني عمله العمله الوظيفيه او عمله التعامل هي او هي نفس العمله اللي بسجل بيها اللي بشتغل بيها خلاص. يبقى انا لو انا كنت بعرض بعمله اخرى بخلاف اليورو، يبقى ساعتها كل الفروقات كلها او الترجمه كلها بتروح على الاو سي اي. طب بصوا الحاله الثانيه، انا عمله التعامل بتاعتي كندي وعمله العرض كندي، لكن العمله اللي انا بسجل بيها او بعمل بيها القيود بتاعتي او اللي انا بتعامل بيها هي اليورو، لكن يعني يعتبر اليورو بالنسبه لي عمله اجنبيه، وبالتالي كل الجين واللوس كله بيروح على البروفيت اور لوس. يعني الحاله الثانيه تعتبر معاملات. بصوا الحاله الثالثه بقى، معاملات وترجمه. انا عندي عمله التعامل اليورو، العمله بتاع انا بتعامل بالسويس فرانك، ولكن انا بعرض بالدولار، يبقى من سويس ليورو بروفيت اور لوس، ارباح او خسائر، من يورو للدولار بيعتبر او سي اي. دي حالات معقده لازم ابقى انا عارف وما تخضش. كل ببساطه كل ترجمه المعاملات، او حتى لو كنت انا بقيد بعمله غير عمله التعامل، فما اجي احول لعمله او اي حاجه تتحول لعمله التعامل بتروح على، بصوا بقى القاعده، اي حاجه بتروح لعمله التعامل بتروح على الارباح والخسائر، من عمله التعامل الى عمله العرض او من الترجمه من 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 عرض العرض تاني، المهم بيبقى بيروح على الاو سي اي. اخر حاجه بقى التمرين دوت، ويبقى كده انا خلصت. بالمناسبه التمرين هاخده كده، انا مش هقرا كل القصه دي، ولكن هوريكم بس الشكل القايمه هتبقى عامله ازاي.
دي شركه تابعه لشركه موجوده في اليو اس، الشركه دي بتعرض باليورو. تيك كير دايما، انا لو تاخدوا بالكم انا بشاور على الجيرمان كومباني، دي شركه موجوده في المانيا وبتعرض قوائمها الماليه باليورو اهي، ودي القايمه بتاعتها اسيتس وشويه اسيتس وشويه لايبيلتي وايكويفالنت ب 6600 وزي الفل. اجي هنا، ده القايمه بتاعت الستيتمنت اوف فاينانشال بوزيشن، ودي القايمه بتاعت البروفيت اور لوس اللي هي فيها الريفينيو ومش عارف ايه وزي الفل. هنا اداني لابد وانا بعمل الترجمه او بتعامل في الفورين اكس او الفوركس، لازم ابقى دايما عارف اسعار العملات في البيجيننج وانا بعمل استحواذ للشركه دي، بيبقى عندي ويدت افريج خلال السنه اللي بعمل فيها الترجمه. لو كنت في ديفيدنت او فيها او في حاجه مثلا الان ايرند رينت، او يعني في بعض والكلوزنج طبعا، يعني في الكلوزنج وفي الويتد افريج، دول المحددين زائد اللي انا ابتديت بيه الاستثمار زائد سعر الصرف ساعه ما حصلت على الاستثمار. بصوا كده هترجم ازاي القائمتين دول ببساطه بكده خطوه بسيطه. قائمه المركز المالي يا جماعه بجيب الارقام اللي باليورو، الاكسشينج ريت 1.2، ده ايه ده؟ ايه ده الرقم ده اجيبه منين؟ ده 1.2 ده الكلوزنج، كل البنود كل البنود ما عدا هتلاقوا كده في بندين اللي هم الايكويتي اللي هي الاوردينري شير والاديشنال بين الكابيتال بتاع اول الفتره بس باني سعر يا جماعه بالتكلفه التاريخيه. اتبقى عندي حاجه اسمها ريتيرند ايرننجز بتاعه السنه دي ما فيش قدامها سعر. ليه؟ لاني بجيبه من القايمه دي، لان انا ببتدي يا جماعه بقى عمليا، الناس بقى اللي هتشتغل وهتاخد، انا معودكم معود نفسي، ويمكن العهد اللي قطعته على نفسي وده عشان انا بزامل او يعني اتسمح لي ان انا ابقى على بلاتفورم فيها دكتور مصطفى، فيها اسامه ايميل، فيها دكتور عبد الرسول، الناس دي يعني زي ما يكون محملاني، او يعني انا لازم اتحمل مسؤوليه ان انا ابقى قد البلاتفورم اللي انا واقف عليها. فانا وانا بشتغل عمليا، انت طبعا بتبتدي بالستيتمنت اوف بروفيت اور لوس. لو تفتكروا الارقام دي الاكسشينج ريت بتاعها كان ايه، لو اللي فوق انا بتكلم عن البروفيت، اللي فوق كان اللي هو الافريج اهو، هرجع لكم كده تاني، الافريج اهو 1.05 الويتد افريج، هو ده اللي بستخدمه وانا بتكلم عن ريفينيو والاكسبنس عشان يديني البروفيت. لو كان عندي ديفيدند، الديفيدند يبقى لازم بجيب برضو السعر في تاريخ نشأة التزام بتاع الديفيدند التوزيعات يعني تحديدا. فطلع عندي الريتيند ايرننجز بتاعي طلع باليورو ابو 200، طلع عندي باليو اس دولار 205. لو رجعت هنا الرقم بتاعي، لو رجعت هنا، لا انا هي كده اهو، لو رجعت هنا ال 205 جيت اظبط لقيت ان التوتال اسيتس 7920 او 7 مليون دولار، جيت اظبط لازم طبعا تحت التوتال لايبيلتي 7. لو جيت جمعت هلاقي الفرق، الفرق طلع ازاي يا شباب؟ هو ده الفرق، بيكون بلاج. بص يا شباب بلاج ايه ده؟ هو القايمه دي اللي انت بتعملها دي بتتعمل في شيت خارجي؟ طبعا ملهاش يا جماعه تاثير على، لو حد فيكم شاطر بس انا مش شايفكم، لو حد فيكم كان يقدر يقول لي هل انا هعمل قيود؟ هعمل قيود فين؟ عند اي شركه؟ طبعا الشركه الام. هعمل قيد بكام؟ بال 635. اعمله ازاي؟ تعالى بقى على القيد. طبعا انا سايب لكم ان شاء الله لازم الهاند اوت دي هبعتها لكم عشان تذاكروها، ولو حد حب يرجع في حاجه. هاجي هنا بقى، انا عندي الاوريجنال، ان القيود اللي عملتها الشركه البيرنت اليو اس كامفن، عملت ايه؟ الانفستمنت في جيرماني كانت 1800، دي عباره ضرب اف اي ال 400 وال 1000 الرقم اللي هم ده. بصوا كده ال 400 وال 600 دول، ال 400 الاوردينري شيرز وال 1600 انا 100% ضربتهم في 0.90 تاريخ الاستحواذ، فطلع عندي المبلغ 1800 دولار. فعملت ديبت انفستمنت ان جيرماني سبسيدري كريدت الكاش، ما فيهاش اي حاجه ابيض. نيجي بقى في الايرننج، ماشي بأني طريقه؟ الايكوتي طريقه حق الملكيه. طب يبقى اذا اي الايكوتي حق الملكيه وانت 100%، يبقى لو سمحت تجيب كل النت بروفيت بتاعك وتضربه في، بص القيد الثاني، انا عندي النت بروفيت بتاعت الشركه دي محققه كام؟ 300. 300 في السعر بتاع الويتد افريج 1.05 طلع عندي 315 اهو يا جماعه اهو. ديبت الانفستمنت كريدت الايكوتي ان سبسيدري انكم،
يا جماعه الايكويتي الانكم ده الانكم اللي معترف بيه ضمن البروفيت اور لوس، اخر حاجه الديفيدند الكاش. لا اخر حاجه عاوز اقولها الاكستشينج ديفرنسز. اللي طلع ساعه ما طلع، طلع في الورق الخارجي بالدولار ولا باليورو؟ بالدولار طبعا، انا بترجم للدولار. فروق العمله، الفروق، فروق الترجمه بتطلع بالعمله اللي بترجم ليها، بتطلع في ورق خارجي، بتطلع على شيت خارجي، بعمل له قيد. هنا بقى تيك كير، بعمل قيد. اصلا في ناس فاكره ما بعملش قيد، لان انا اما اجي اقول لك او سي اي هيروح الاو سي اي، في ناس وانا بتعامل معاهم بيفتكر ان في بعض البنود بتروح كده. والله في، انا مره واحد قال لي بتروح كده، قلت له لا والله ما في، ما في مبلغ بيخش كده، كله بيخش بديبت كريدت. الديبت بتاعي بقى هيكون انفستمنت ان جيرمان سبسيدري، بزود الاستثمار مقابل ان الربح ده الغير محقق بيروح على الاو سي اي. انا خلصت المعيار، بس الحاله دي جت لي النهارده. صباح الفل يا شيريو، بالتوفيق ان شاء الله. يا ريت تبقى تلقي الضوء على معالجه فروق اسعار الصرف الخاصه بتكلفه الاقتراض المتعلقه المتعلقه باقتناء اصول ثابته، وخاصه النقطه الخاصه بالحد الذي يعتبر تعديل لتكلفه الاقتراض، لان في زملاء كتير ما يعرفوهوش وتعتبر نقطه فنيه حلوه. اولا بشكرك استاذي العزيز، هرد عليك. المعالجه دي فين؟ هل اساس الاي اس 21؟ لا، باخد الاي امال فين الاقيها؟ في 23 اللي هو تكاليف الاقتراض، اللي هو مش عارف بقى مصري كام. هل الاقيها في تكاليف الاقتراض؟ تعالوا بقى نشوف التريك ده. ادم هو سال، انا بس قبل ما اخش في الحته دي، انا خلصت المعيار. استاذ اسامه، اعرض الحاله دي ولا اكتفي بكده؟ بس شريف بيه، طبعا العرض ممتع واحنا مستمتعين جدا، بس انا ارجو يعني ايه تعمل لنا سمري كده الاول للقصه عشان نقدر من المدخل السمري نجيب المعالجه الضريبيه، يعني احنا عشان ما ننتهش منك. حاضر. بس حاضر، يعني قسم لنا الارصده ذات الطبيعه النقديه وغير الطبيعه النقديه، الارصده اللي بيعاد تقييمها اللي ما بيعادش تقييمها، عشان حاضر نقدر نفكر بعد كده في الاخر المعالجه الضريبيه والمشاكل بتاعت المعالجه الضريبيه. تتكلم انا معاك. انا والله مصر، والله كنت هعمل كده عشان عاوز اسلم للدكتور مصطفى، الدكتور الكل حاجه كويسه، عاوز اسلمه يعني، وانا اقول له هو بقى يلا انقذني. بالنسبه لفروق العمله، فروق العمله دلوقتي اللي احنا شفناها، انا بتكلم على معاملات، والمعاملات بتتكلم على يعني بيع وشراء، يعني عمليه اقراض واقتراض بعمله اجنبيه، وخلاص اتفقنا ان العمله الاجنبيه بيكون بخلاف العمله اللي انا عمله التعامل الاساسيه بتاعتي، وبينشا فرق العمله نتيجه ان هو ما بين سعر الاعتراف الاولي، و لو بقى ارصده للبنود دي اللي انا بتعامل فيها، واي بنود، البنود بتاعه الاصول والالتزامات، اي بنود الاصول النقديه. فالاصول النقديه دي اللي هو اصول نقديه او اصول غير نقديه بتقيم بالقيمه العادله، الاثنين دول بيترتب عليهم فروق عمله. فروق العمله هو الفرق ما بين التقييم بتاع الارصده في نهايه الفتره الماليه عن الترجمة بتاعت نفس المعاملة دي أو نفس الرصيد ده في عند الاعتراف الأولي بيه طبقا لمعيارهم. لو نتجت فروق، ففي فروق بتروح، لو كانت فروق نقدية بتروح على الأرباح أو الخسائر، وفي جزء بيروح في ضمن، بص بقى الحتة دي، ضمن فروق التقييم اللي رايحة على الأو سي آر. يبقى هل في بند صريح ضمن الأرباح أو الخسائر اسمه أرباح أو خسائر فروق عملة؟ جاي منين ده حضرتك؟ جاي عن الفروق اللي هو الفروق الناتجه عن اعاده تقييم الارصده النقديه او اللي هو المونيتري ايتمز، اوكي؟ للتعاملات. طيب ايه تاني؟ ايه تاني ممكن تلاقيه؟ في الشركات اللي هي بيكون عندها عمليه اجنبيه، عندها فرع، يبقى كده اول نوع من فروق العمله اللي الضرايب هتشوفه هو فرق العمله اللي موجود في حساب في الارباح او الخسائر عادي. هل في بند تاني؟ لا، هلاقي يعني فروق العمله الثانيه هلاقيها جوه بند مكاسب او خسائر فروق تقييم البنود اللي رايحه في الاو سي اي.
اتفقنا؟ معلش يا استاذ شريف، استاذ شريف اتفضل. لما المعيار حكم وقال تروح قائمه الدخل او تروح على ارباح يس وخسائر، يس. هل هو قصد ان دي تبقى محققه؟ بص حضرتك، انت حضرتك قلت وانا باكد على كلام حضرتك، محققه وغير محققه، انا عندي طبقا للمعيار خلاص يعني اعترفت بيها، يعني موجوده وداخله يعني في قصدي طالما هي دخل قائمة الدخل فهي بقت محققة، طالما هي يس قائمة الدخل طلعت في صف الربح، طالما هي ايوه دخلت قائمة الدخل أصبحت قابلة للتوزيع. يس يس طبعا طبعا اوكي طبعا طبعا. الكلام ده بعيد عننا احنا، ايوه لغاية طبعا دلوقتي بالظبط بنتكلم ايوه محاسبة. ايوه انا بتكلم ماشي. محاسبه، انا كده بتكلم محاسبه وبيتحسب عليها الضريبه، وضريبه مؤجله. القصه دي شغاله معايا، يعني معيار اي اس 24 شغال، اللي هو معيار الضرايب شغال عادي خالص. ماشي. الجزء الثاني فروق، الفروق ترجمه الفرع، الشركه التابعه، الشركه الشقيقه، ده بند اسمه كده باللفظ، بيبقى بند اسمه فروق ترجمه. يبقى تاني بند بشوفه بعينيا اسمه فروق الترجمه، في واحد داخل في الارباح والخسائر معامله، الحته دي فنيه شويه فارجو تركزوا فيها قوي. ده في بندين اسمهم فروق عمله، في فرق عمله ظاهر عادي، ده فروق العمله الناتج عن التعاملات اللي هي رايح جاي، سداد عملاء، مش عارف تحصيل، قصدي استحصيل عملاء، سداد موردين. ودي على فكرة انت ما قلتهاش في الشرح وبتقولها في الملخص دلوقتي، معلش يا فندم، وهي معلش مهمة، لازم يعرفوها لانها جزء من المعاملة الضريبية. طيب اذا الجزء الحته دي اشكرك يا استاذ اسامه، اشكرك يا دكتور مصطفى اللي انتوا خليتوني اقولها في، ما معلش حاجات بقى كده يعني مش لازم كل حاجه. معلش معلش. طيب ففي فاصبح دلوقتي عشان نبقى يعني الزتونه الخلاصه، ان في الحساب بتاع ارباح او خسائر، فروق العمله اللي نازل ضمن في قائمه الارباح او الخسائر، ده بيروح له فروق العمله الناتجه عن اعاده تقييم، او الفروق ما بين الاعتراف وتقييم البنود النقديه خلاص. اوكي. او لو كان بند غير نقدي وبيتم الاعتراف به في قائمه الدخل، بس برضو مش هيروح على حاجه اسمها فروق عمله، هيروح طبقا للبند بتاعه. طيب ايه تاني، ايه تاني جوه القوائم الماليه اسمه فروق عمله؟ فروع عملة هلاقيها في الـ OCI الناتج عن ترجمة فرع، شركة تابعة، شركة شقيقة، وده أثره بيبان في بعلي قيمة الاستثمار بتاعي اللي هو بطريقة حق الملكية مقابل اللي بيروح عندي من خلال الـ OCI أو قائمة الدخل الشامل الأخرى، حاجة اسمها الـ Foreign Currency Translation، حاجة كده. طب ده إمتى؟ وده حتة برضو ضريبية، إمتى هيخش تاني؟ هل ده ممكن يرجع لقائمة الدخل؟ أيوة هيرجع لقائمة الدخل. إمتى؟ أما تخلص من الشركة الفرع الحاجة دي. أنا كده تقريبا خلصت المعيار.